الاسعار اخويا كما هي اسعار بدات من المواد، من هذا الشيء ديال العلف ديال الدجاج، العلف تزاد. السبب ديال هذا الشيء كله البترول، يعني ملي تزاد المازوت كل شيء طالع، الزيت طالع، السكر طالع، كل شيء. الدجاج 20 درهم دابا، 20 درهم بزاف على المواطنين، ما يقدرش، حيت الناس ما خداماش، ما خدام حد، ما الناس قليل، الموظف هو اللي نتسناو دابا تا يوصل راه الشهر، يلاه كيجيو الموظفين واحد اليومين في الشهر، من غيرها صافي كتنعس القضية، ما كاين لا بيع وشرا لا والو. يعني شكون اللي تيدخل لمرا هاد المارشي؟ راه كيدخلوا الناس الضعفاء راه ما خدامين ما ردامين. والفلوس راه كان قبل كان رخيص الفلوس، دابا الفلوس طلع 5 دراهم الفلوس، زيد المصاريف ديالو عاوتاني على مول الفيرما راه كيتقام عليه ب 15 درهم، و 15 درهم عاد كيجي يبيع بشحال خصو يبيع. هادشي اللي كاين، هذا هو السبب الترتفع هادشي. حنا ديك النسبه اللي كنديو دائما تنديوها، كي رخاص كي غالي ديما، ولكن شكون اللي واكل الدق؟ الناس اللي تيشريو واكلين الدق باش غايشريو، حتى حنا لا واقفين، ما كنبيعو والو، البيع ما بقاش، حيت كلشي ارتفع، كلشي غلا. دابا كاين ماشي غير الدجاج، راه كيمشي المواطن خصو يتقدا، كتجي المراه تقدا خصها تاخذ خضره، خصها تاخذ، كتلقى كلشي تزاد، تتجي الدجاج ما كتوصلوش ما زاد صافي، كتلقى 20 درهم الفروج ديال 2 كيلو كيتقام عليها ب 42 درهم كغادير ليها، وهي شلامه خصها مسكينه. الدجاج ارتفع حيت ما كاينش قليل السلعه، قليل هادشي اللي كاين، والعلف ديالو طالع دابا وداكشي، هادشي علاش ارتفع، والاقبال ديالو ما كاينش بزاف، قليل شويه، الناس ما بقاوش كيشريو بزاف. العلف حيت الجفاف ما كاينش الشتاء، العلف تيغلى، هذاك الشيء علاش. يعني العلف ماشي تيجي من برا، كيجي من برا العلف، كيجي من برا، من كيجي العلف راه من برا، ما كاينش هنا. هنا كاين عاد الضراو كيصايبوه بالضراو الصوجا والحوت، حنا عندنا الحوت، داك الشيء الاخر كيجي من برا، الفلوس كيجي من برا، مابقاش كيتربى هنا. الدجاج كيوصل عندي هنا ب 18 درهم 18 ونص، كنبيعو هنا ب 20 درهم. راه بيان سور غتضرر، اش غدير؟ كاين ما يدار والو. المسؤولين كنطلبوا منهم الا كانوا تيسمعوا لنا يدخلوا هذا الشيء، راه بزاف، راه الناس تقهروا يدخلوا في هذا الشيء ديال الزيادات. يعني الزيادات الناس راه ما كيدخلوا والو، كيزيدوا على المساكن، واللي موظف خدام راه كيدخل، اللي ما خدامش راه ما عندهم ما يدخل، زادوا عليه راه بحال غينتحر تقريبا، ما عندهم منين يدخل لا درهم لا جوج، وراه خصو يعيش باش غادي يعيش. انا دابا جيت باغي نتقدى، عندي 50 درهم في جيبي، جيت باغي نتقدى دابا الدجاج، انا ناخذ فروج، جايين عندي الضياف مثلا، جايين عندي الضياف، غادي نوكل الضياف هادو، نوكلهم ندي لهم الدجاجه فيها نص كيلو ولا كيلو، اش غتكفيني انا؟ اش غتكفي مالي الدار؟ اش غتكفي العائله اللي جايه عندي؟ ما فهمني حتى شي حاجه، فين ما حطيت يدك؟ خرج 100 درهم ما ترجعش منها الريال، كتولي تسلف من عند الخضار ولا من عند تسناني 5 درهم ولا زدني 10 درهم باش تكمل التقضيه ديالك. هادشي لا حول ولا قوه الا بالله، الا كاين ما يرحموا في الشعب يرحموا بشي شويه بهذا النقص هذا، وينقصوا لنا حتى في ليسونس، قال لك ليسونس اللي داير هادشي، ينقصوا في ليسونس. نقصوا في ليسونس ونشوفوا هاد الشيء هذا واش غادي نقصوا، الا نقص قال لك الا هبط ليسونس كتهبط المواد الغذائيه، هبطوا لنا المواد الغذائيه، راه الشعب راه تقهر، راه عيا ما يصبر، راه خبز كرم ولا بغاو ياكلوا الناس دابا كيضروا كيجمعوا باش يمشيو يوكلوا لولادهم، واش بنادم عنده 4 الدراري ولا 5 الدراري اش غايوكلهم؟ يلاه اش غايوكلهم؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وكنتمناو ان شاء الله هاد الحكومه هادي الناس راه سولتات عليها، دارت عليها ما بغات باش تطلع، راه ملي طلعت راه ما بقينا كنشوفوا منها والو، كيضحكوا علينا في ذاك البرنامج، في ذاك البرنامج كنشوفوهم هما تيتفلوا علينا وتيضحكوا علينا، إلا بغاو شي حاجة يقادوا، ما بغاوش يقادوا راه ما عندنا ما ندير واقع. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، أيام 24 عيونكم التي لا تنام.